طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا من جديد، والعودة أحمد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أريكم الطريقة لكي تحصلوا على ألف مشترك، وذلك عن طريق الفيسبوك، يعني جروبات. يا إلهي، هذا يوتيوب عالم كبير جدا، اليوتيوب واو كبير جدا. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أريكم استراتيجيتان لكي تحصلوا على 1000 مشترك في قناتك، لأنها مهمة لكي تحصلوا على تحقيق الدخل كـ4000 ساعة. في الفيديو السابق شرحت لكم كيف تحصلون على 4000 ساعة في قناتك عن طريق المتصفح الخفي أو الروبوت المتصفح الخفي. تلك الطريقة فعالة 100%. في هذه الطريقة سوف أريكم كيف تحصلون على 1000 مشترك، وذلك عن طريق تبادل الاشتراكات عن طريق الجروبات في الفيسبوك أو في الواتساب. طريقة سهلة وجيدة. إذن فلنذهب إلى اليوتيوب، هيا بنا. إذن هذا هو الفيسبوك كما ترون. سوف نذهب إلى هنا وسوف نكتب يوتيوب سبسكرايبر. وسوف يعطيك العديد من الجروبات أو المجموعات، مثلا جروب يوتيوب سبسكرايبر. هكذا كما ترون هنا 7842 شخص عضو. يوتيوب سبسكرايبر هنا 4000 عضو. يوتيوب سبسكرايبر 950 شخص أو عضو. هنا يوتيوب سبسكرايبر هنا 593 شخص. يعني يمكنك أن تختار الجروب الذي يوجد فيه الكثير من الأعضاء أو الأشخاص. مثلا هنا 1000000 عضو، هنا 85 عضوا، لقد قمت بالاشتراك فيه كما ترون 85 عضوا. سوف نذهب إلى هنا وسوف نقوم بالنقر هنا هكذا، أكسد جروب هكذا كما ترون هنا هكذا. العديد من الأشخاص هنا مشتركين في هذا في هذه المجموعة، ويقومون بتبادل الاشتراكات والمشاهدات هنا. يمكنك فقط أن تضع لينك أو رابط فيديوهاتك هنا، وسوف يقوم الأعضاء بالتفاعل مع فيديوهاتك هكذا. سوف يرسلون لك فيديو يقولون يمكنك أن تتفاعل مع قناتي، وسوف أتفاعل مع قناتك. يعني اشترك في قناتي، سوف يقوم بفتح لينك قناتك الذي قمت بنشره هنا، وسوف يتفاعل مع قناتك، وهو أيضا سوف يقوم بفتح قناتك وسوف يشاهدها دقيقة أو دقيقتين وسوف يتفاعل مع قناتك. يعني قانوني، يعني الأعضاء هنا كلهم قانونيين كما ترون. سوف نقوم على سبيل المثال بوضع لينك رابط قناتنا هنا. على سبيل المثال سوف أقوم بالذهاب إلى يوتيوب كرياتور ستوديو أو يوتيوب ستوديو من هنا كما ترون. لا، سوف أذهب إلى هنا، سوف أذهب إلى يوتيوب ستوديو من هنا. سوف أريكم الاستراتيجية. يوتيوب ستوديو سوف أنسخ رابط ما من قناتي هنا، أنسخ الرابط هكذا. المرجو الانتظار لأن الشبكة ضعيفة. سوف نقوم كما ترون، أنا عندي 1030 مشارك في قناتي هنا. سوف نقوم بفتح فيديوهات هنا، فيديوهاتي، الفيديوهات الذي لدي في قناتي هكذا كما ترون. فيديو، سوف أقوم بنسخ رابط أي قناة من قنواتي على اليوتيوب. على سبيل المثال سوف أذهب إلى هذا الفيديو. على سبيل المثال سوف أقوم بالنقر هنا على بلاي أو يوتيوب هنا كما ترون. سوف أقوم بنسخ هذا الرابط الخاص بالفيديو، بخاص بهذا الفيديو هكذا، كوبي، سوف أنسخه هكذا. ثم أذهب إلى الفيسبوك
هنا على الفيسبوك كما ترون. سوف أذهب إلى هنا على سبيل المثال، هنا نشر الانتظار هنا كما ترون. العديد من الأشخاص يقومون بنشر لينكات أو روابط قناتهم هنا ويتم التفاعل معها، وبذلك سوف يحصلوا على الألف، يعني يحصلوا على مشتركين حقيقيين وكذلك المشاهدات كما ترون. هذا رابط قناتي هنا، سوف أقوم بالضغط على انتر لايك هكذا كما ترون. قد أضفت رابط قناتي هنا كما ترون، وسوف يتم التفاعل معها من طرف الأعضاء هكذا كما ترون. كما ترون هنا قطعت رابط قناتي في هذا الجروب يوتيوب سبسكرايبر، فيه أكثر من 1,000,000 عضو في هذا القناة. وسوف أذهب إلى هنا أيضا، وسوف أضع رابط القناة هنا بست هكذا. سوف أقوم بالضغط هكذا، يعني تنشرون روابط قناتكم هنا في هذا الجروب هكذا، وسوف تحصلون على الآلاف المشتركين هنا. في بعض الأحيان يمكنك أن تجد أيضا الواتساب، جروب الواتساب هنا، ويمكنك أن تشترك في هذا الجروب لا بأس. هنا لا لايك ماي يوتيوب اند مساج مي اي ويل جيف 10 اور تي ابراهيم. هذا شخص يقول يمكنك الدخول الى هذا اللينك ومشاهدة هذا الفيديو وارسال رسالة لي، سوف تحصل على مشاركة من عندي، سوف تحصل على مشاركة، يعني ان قمت بفتح هذا اللينك وارسلت له ومشاهدة هذا الفيديو وارسلت له رسالة سوف يتفاعل مع قناتك، يعني سوف يقوم باشتراك في قناتك والتفاعل في قناتك. يعني العديد 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 من الحلول هنا، يعني يمكنك الحصول على المشتركين انطلاقا من هذا الجروب او العديد من الجروبات. يمكنك ان تدخل الى الجروب الخاص بالغرب في اوروبا وامريكا، لان هذا خاص باسيا، يوتيوب سبسكرايبر فيه اناس من اسيا. يمكنك الدخول الى الجروبات من اوروبا، جروبات من العديد من الدول هكذا، او العرب تكتب فقط منتدى تداول او منتدى تداول اشتراكات او تداول تبادل اشتراكات اليوتيوب، تبادل اشتراكات اليوتيوب، فسوف يعطيك العديد من المجموعات الخاصه بالعرب، العرب فقط، وتجد هناك دول العرب فقط، الغرب اوروبا. يمكنك ان تكتب يوتيوب سبسكرايبر وسوف يعطيك العديد من الجروبات، وسوف تختار الجروب الذي تريد، جروب او جروب او اثنان جروب او ثلاث جروب او جروبات، لا مشكلة. هنا أيضا سوف أنسخ رابط قناتي هنا كما ترون، يعني سهل الأمر سهل. جميع روابط قناتكم يمكنكم أن تضعوها هنا، وبذلك سوف يتفاعلون مع قناتكم، أو سوف تبحثون عن الجروبات الواتساب هنا، يمكنكم أن تجدوا جروب الواتساب هنا وسوف يتفاعلون مع قناتكم هكذا. يعني العديد 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 من الجروبات هنا. هذه هي الاستراتيجية الأولى، لقد حصلت على مشتركين انطلاقا من هذه الاستراتيجية. ويمكنك أيضا أن تستعمل بعض التطبيقات أو بعض المواقع هنا لكي تحصل على بعض المشتركين. حسنا، بعض المشتركين على سبيل المثال التطبيقات، على سبيل المثال توب ماين أو يوتشانل، توب ماين أو يوتشانل، إن سمارت فون للهواتف الذكية يمكنك أن تستعمل يو تشانل أو تيوب ماين في الهواتف الذكية، وأيضا هي تساعد رغم أنها فيها بعض العيوب، يعني بعض المشاركين لا يكون حقيقيا، ولكنها تساعد في أن تزيد من مشاركاتك وأن تزيد من المشاهدات لديك في القناة. وبعض المواقع أيضا هنا جميلة، يمكنك أن تستعملها لزيادة من المشاهدات أو اللايكات أو المشاركات، يعني يمكنك أن تساعد قناتك. هناك تطبيقات في الهواتف الذكية أو الأندرويد
توب ماين، انصحكم بالتوب ماين او تشانل. وهنا هذه الاستراتيجيه ايضا انها جيده لانهم اشخاص حقيقيين يتفاعلون مع القناه لديك. اذا امل ان تكون هذه الاستراتيجيه قد اعجبتكم، وامل ان يكون الشرح شرح مبسط وسهل وان يكون مفهوما. ان كان لديكم اي استفسار او اي غموض يمكنك ان ترسل الي رساله وسوف اقوم بالرد عليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.